اوكي يا جماعة، ناسف على الاختفاء اليوم، بس جينا نودع اليسار رايحة اليمين رايحة للأبد رايحة لوين؟ على كندا صح، وصل بالسلامة. الله يسلمك. بس تخيل من امتى بعرف اليسار؟ ورجيني الصورة. طعم شوفوا لسه آدم من هون، يعني كنا بنعرف آدم لسه بكتير، وشوفوا كيف كان شكله. الصورة الثانية شو؟ لا هي ما أشرف. ياه لك الوافق مش طبيعي. هيك انت بتلبس هدول صار تحتهم كنزات هيك. ايه عرفتي كنت هيك صلك. ايو بتحكي علي ايو؟ ورجيني صورتك لما كنت انت بهداك الوقت. ليكا في انت شعراتك صار الله في هيك. شوف 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 شوفوا شوف لازم ركز على لازم البطة كمان. حتى لدرجة لو بترجعوا بالزمن بتلاقوا تيم أخذ على لما فصار يتصور مثلك. كان تيم يتصور ايه هيك اي ريمبر والله سوي هلا بالضبط معك. المهم هاي الصور اليسار توصل بالسلامة. الله يسلمك يا رب. وإن شاء الله هيك لما نيجي على كندا تقدمي لنا هجرة هيك ونطلع عندك من ليش ايه؟ ليش صح؟ عم تدور لك عم تدور لك صورة من الأرشيف طول كمان؟ يا حبيبي ورجيني ورجيني شوف شوف من الفيديو. طبعا هذا اخوها الصغير. هذا قد ايش صار عمره؟ هاد 10 ما شاء الله. طلع هون طبعا الاولاد بحبوني مثل ما انت شايفين. شكرا على الحب الجميل. اخوك صار اطول منك اعتقد هلا صح كمان؟ هو نصك هيك لهون بس يعني انا طويل له. شكرا شكرا شكرا. ما انت توصل بالسلامه. الله يسلمك. خلاص خلاص حلوا عنا بقى. اوكي يا جماعة وصلنا على بيت اهل غيث ومن زمان كان بدي قريش تعمل لي شعري بهاد. طبعا انتم بتعرفوا قدي انا عم حاول اعمل شعري بهاد حتفنن فيك ايه بس انا لاحظت انه الكيرلر هاد اصغر يمكن لازم اجيب واحد اصغر ليزبط لانه كل ما تعمل شعر قريش كتير حلو ما شاء الله فقالت لي رح اعمل لك اياهم شوف فبنشوف قديش ما حلو انت ليه حليانة خلص مستحي سميت ركي بس لا سوري بس شوفي الفرقة بدك تعمليها على نفس اللاين يا لكي يا الله فاضية مين كان يعمل لي شعرك متعب عليك انا ما عملت شيء حلوه خلي العيله كلها تجي تتدخل بشعري بس اسالكم شغله انه انتم لو ما شفتوا شعراتي مكسرين اوكي سوري يعني لو ما انت شفتي شعري مكسر ما كنت جبتيه وانا لو ما شفتي انت شعراتنا نحن اثنين مكسرين مشان لا ريج ما تفتحي فهمتي علي ليش انا ليه عم باكل بهدله فهمتي علي ممكن لو سمحتوا تطلعوا برا بس شو اللي صاير ما بعرف فتكون وصح انا خلوا على شعري تايم لا شباب صح غرفتكم بس ممكن لو سمحتوا تطلعوا برا الحق علي عم ساعدك روح انقلع بدي اطلع برا سوري لا لما عشان لا تزعلي لا ما حلا تزعل عمري انت شو خصك بالبلد طلع برا ما شوف شو ما حلا تزعل مشاكل عائلية يا جماعة احنا دخلنا فيها لولي 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 can't you see I'm at your feet 500 درهم لو سمحتي درهم 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 ما في كيف حبيت درهم في يعني بصراحة حبيت وبقو فات السبراي اهم شيء قريش بس وصلت لهون تعبت فتجي بدها تزنط ايدها تسنده على راسي تنسى انه هذا ارض راس وكائن حي يعني وقتي سمين ساعة سمين ولا نحيفة يلا ليه صريفة ايه صريفة كتير 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 حبيت ومنشوف بكره كمان لانه مفروض بكره يكون احلى واحلى يلا انا لا انا تحممت وعن جد ما عملت شعري مشان اجي انت تعملي لي يلا ممكن تسكري عشان بدي اعمل لك هالحركه يلا لا ما في داعي سكر ارجعي